أتوقع هو أنه كنت أرافع بشكل عادي كما هو العادة، أناقش الملف في لحظة من اللحظات أمام ذهول الجميع، دفاع المتهم حاضر ويعني المحكمة تعاين والنيابة العامة تعاين، ينتفض المتهم بشكل هستيري محتج، يقف الزميل الأستاذ زهراش أمام المحكمة ومطالبا إياها بأن توقف المتهم من أجل الاستمرار في المناقشة، فيقوم المتهم بالاعتداء على الأستاذ زهراش عن طريق ضربه في الجسد. هذا هو الواقع اللي كنا نتمنى أنه النقيب زيان يكون يكون وفي للمهنة ديالو، يكون وفي للمهنة ديالو ويدخل باش يوقف هذه العملية، تيخرج يقول أنه الأستاذ زهراش ضرب المتهم، وهذا ليس صحيح. من ضرب المتهم هو من ضرب الأستاذ زهراش هو المتهم، وما كانش الأمر يقتضي ذلك. الأستاذ زهراش تيرافع تيرقد المتهم وتيدير بزاف الحال، هذا تسلسل غير عالي. لذلك حنا غادي نطلبوا من المحكمة أنه يحضر أحد رجال القوة العمومية باش يكون واقف جانب المتهم قفص الاتهام من أجل حماية الدفاع ومن أجل حماية ما من أجل استمرار في المرافعة، لأنه لا يمكن استمرار في هذا الشكل. أنا المتهم يتهجم على الجميع بشكل غير عادي. وماذا فعل القاضي؟ نعم، ماذا فعل القاضي؟ القاضي رفع الجلسة لأنه وقع اختلط الحابي بالنابل وكل شيء تيهود، فاضطر القاضي إلى رفع الجلسة بعد ما وجه الملاحظة للمتهم، قال له ماشي بحقك أنك تضرب وأنك توضع يدك على زيادة على محامي وهو يرافع، ليس من خصال يعني المحاكمة العادلة وليس من خصال حتى توفيق المحامي الذي نعرفه أنه يحترم نفسه ويحترم القاضي.